إذا ذهب رجل إلى الجهاد في سبيل الله فكيف تعتد زوجته ومتى تبدأ عدتها؟ وكذلك إذا غاب الزوج غيبة طويلة. إذا كان علمت بوفاته فإن العدة تبدأ من الوفاة، تبدأ العدة من الوفاة، ولو لم تعلم إلا بعد نهايتها تكون خرجت من العدة. العدة تبدأ من الوفاة إذا علمت، إذا لم تعلم هذا ما يسمى بالمفقود، هذا يرجع فيه إلى المحكمة وتقرر فيه ما يناسب. نعم.